بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بزراعه البيوت المحميه اهلا وسهلا بحضراتكم حاله بنشوفها كتير قوي في الفلفل الحالة ده هي تكاد يعني بتكون موجودة في معظم البيوت وسببها حاجة بسيطة جدا الحالة ده هي بتظهر زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هي التشقق بتاع الثمار التشقق ما بيبقاش كتير ولكن بتبقى زي ما انت شايف كده حاجات بسيطة جدا ولكن هي بتفقد الثمرة الرونق والمظهر التسويقي بتاعها وبتبقى غير مرغوبة في عملية التسويق خاصة لو في عندك تصدير ودي بتظهر طبعا على الفلفل الصغير الجلابينو او بتظهر على الشطه او بتظهر على الفلفل الالوان دائما ودي طبعا بتبقى بعد عمليه الحصاد بتبقى ماوى ومستعمره لكتير من الحشرات الصغيره بعد عمليه الحصاد ولذلك فما بتتصدرش لان القيمه التسويقيه بتاعتها بتكون مش موجوده خالص وطبعا طالما في تشققات فبتبقى عرضه لان هي تجف بسرعه وبتبقى الثمار بتاعتها كمان ما بيبقاش الفترة التسويقية بتاعتها كبيرة يعني يومين ثلاثة وبتبص تلاقيها دبلت لأن هي السمر كلها فيها شقوق السبب في الظاهرة دي ايه يا جماعة وخد بالك لما بنذكر السبب يبقى العكس بتاع السبب هو العلاج بتاعه اول حاجة هي بتحصل قرب الانتاج يعني مش من الاول كده بتبص تلاقي شققت لا تبص تلاقي الفلفل الالوان زي الفل تمام تمام ابتدى هي يبدا يحمر كده فبتلاقي في المنظر ده او في الفتره الاخيره اللي هي مرحله اكتمال النمو بتاع الثمره بتظهر فيها الحكايه دي الحكاية ديت باختصار شديد دي أولا بتظهر في لما تكون الرطوبة النسبية عالية يعني الرطوبة بتاعة الجو عالية تمام دي رقم واحد وخصوصا بالليل الرطوبة النسبية وخصوصا بالليل بتبقى عالية فبيظهر المنظر ده هو في لو في اختلاف درجات الحراره ما بين الليل وبين النهار يعني بالنهار بتلاقيها 30 فوق ال 30 وبالليل في بعض المناطق بتلاقيها نزلت ل 15 فالكلام ده هو بيعمل خلل في الميه بتاعه الخليه النباتيه وبالتالي بيحصل عمليه التشقق ده هو. تمام لو سيادتك مش منتظم في عملية الري هيحصل عندك ده يعني بتروى وبتعطش بتروى وبتعطش هتلاقي المنظر ده هو عندك لو انت مين حتى هيبدأ أمال طب الحل إيه؟ إن أنا أظبط الري بتاعي وأخليه في منسوب، لو حبيت أزود الميه أزود بالتدريج، لو حليت حبيت أقلل الميه أقللها بالتدريج، مش النهارده أروي آه 20 دقيقة آه بكرة أروي خمس آه دقايق، لأ طبعًا هيحصل خلل في القصة ده. هي. تمام؟ لو أنت ما ظبطتش التسميد بتاعك وخصوصًا التسميد الأزوتي وخصوصًا على هيئة اليوريا وحطيت للنبات بتاعك هتبص تلاقيه برده ابتدى بكميات كبيرة طبعا مع زيادة المية ومع زيادة التظليل هيحصل في القصة ده هي طيب الحل في عملية التشقق دي ايه الحل بسيط خالص انك تحاول تقلل الفترة ما بين درجة حرارة الليل وبالنهار تمام وخصوصا في المناطق اللي هي مثلا المناطق الاستوائية اللي بتبقى درجة الحرارة وخصوصا في الشتاء بتبقى درجة الحرارة بتاعة النهار بتلاقيها عالية لما قفلت البيوت هتوصل للتلاتين انا عندي دلوقتي لما بقفل البيت بتوصل درجة الحرارة لفوق الاربعين كمان واحنا في شهر اتناشر تمام وبالنهار طبعا وبالليل طبعا بتنزل لحد 5 و8 الصبح بتبقى 8 درجات يعني لما بنفتح البيت الصبح تمام ولكن التدفئه بتخلينا نتغلب عن الوضع ده هو تمام اداره الري ان انا اظبط الري بتاعي زي ما قلت قبل كده ما نرفعش الري او ننزله تاني يوم للصفر اظبط التغذيه بتاعتي بحيث ان انا برضو ما زودش التسميد في الفترة وأقلله في الفترة التانية او استخدم المية بزيادة او ان انا استخدم التسميد على هيئة اليوريا اللي ممكن تعمل لي المنظر دهوت ولو حصل المنظر دهوت فبتعتبر الثمرة راحت خلاص ممكن الخدوش بتاعة الحشرات تعمل لي تساعد في اظهار المنظر دهوت او تزود الشقوق شوية فناخد بالنا من الحاجات ده وكلها حاجات بسيطة وملهاش رش يعني لو ظهر عندك الموضوع ده مش هنبدأ نقول رش كذا عشان لا هو طالما حصل مش هيحصل وبالتالي انت بتفقد على الاقل كميه كبيره من المحصول بتاعك بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين همت بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته